يجي النبي في طوافة، ويجي النبي في حجة، ويجي النبي بيد أمي في فتحة لمكة المكرمة، يقولهم أترون هذه البنية ما أعظمها؟ قالوا له بلى يا رسول الله. قالوا المؤمن عند الله أعظم حرمة من هذه البنية. شوف أنت تجي نانا ليكون مجنب، المرأة ليكون عندها من سيرة العادة، شايف؟ ليكون وأنا أنت ثيابه أو من سيرة حراماته نجسة، ليكون يقعد بالبيت الحرام يلغي، ليكون يقعد ملتفت كذا بالأمكنة المقدسة يهدي، شايف؟ ما يجوز تناول ملتفت الملهيات المسكرات الأمثال ذلك، لأنه معبد مكان مقدس. طيب خارج مكة من مسافة نائية يكون يجي حاكم فرع، شايف؟ لبيك اللهم لبيك وحدك لا شريك لك لبيك، تعظيما علما للبنية وصاحب البنية. طيب لابس غير مخيط، حرامات قطنية، لا حرير ولا دمقس ولا ديباج ولا كودري ولا اي شيء نايلون، لازم قطن، لان مآل الانسان حينما يدفن في طبقات الارض يدفن مع القطن ايضا، ثياب من قطن كذلك، حال حال وفاته، حال حال تشييع نعشه، الا انه نعش ميت الى نعش متحرك ذا حياة لا اكثر ولا اقل. فاذا شنو غاية تقديس هذه البنية بلا تشبيه؟ اجى النبي رفع الفداء طور المسلمين واجى رقاهم وغير هاي المفاهيم، انه الغاية مو هذه عبادة ملتفت او تقديس، هل حجارة حجارة مثل هاي الحجارة هواية اكو واجمل واروع واثمن، شايف؟ هذا ما الى قيمة، اكو هناك صخور، اكو هناك حجارة، اكو هناك جماد يباع بالبوصات، هناك اكو فلزات تباع ملتفت بالجدمة بالمثاقيل عند الله، هذا التراب والالماس والفحام والكذا كل سواء، كل حجارة، ما يجوز عبادة الصخرة العادية ولا عبادة الماس ولا عبادة الذهب ولا عبادة الحجر الطور السمنت وامثال ذلك، ولا يجوز تقديسه الا في مقام معين وبقاع معينة وامكنة معينة خاصة. اجى النبي رفض الفدق انتظر مو القصد هذا، وانما الكعبة والصفا والمروة وعرفات والمزدلفة ومنى والجمرات، شايف؟ ومسجد فلان ومسجد كذا، خيف غير خيف، كل وسيلة وليست بغاية. شنو الوسيلة؟ الوسيلة ان المؤمن اعظم عند الله حرمة من هذه البنية. شنو المؤمن اعظم حرمة عند الله؟ يعني دم حرام، يعني مال حرام، يعني استغاثة حرام، يعني عرض حرام، يعني ناموس حرام، يعني بهتان حرام، يعني الكذب عليه حرام، يعني اختلاس السمع عليه حرام، يعني التجسس عليه حرام، الى اخره الى اخره. مثل ما دخول البيت مجنبا حرام، مثل ما دخول المرأة الطامت الى البيت حرام، مثل ما اللغو بالبيت الحرام حرام، كذلك حرمة المؤمن هذه حدوده وهذه أبعاده. أن تحفظ في ظهر الغيب كما تحفظ وتحترم في حالة الحضور، كل احنا نجب عندما يلاقي بعضنا بعضا، وكلنا شجاع وأسود وغواري، نمزق لحمه ونشرب دمه عندما يغيب، وهذا نوع من الجبن، وهذا اللي أخرنا. الأحقاد المزمنة، الأمراض المتغلغلة، العداوات فيما بيننا، ما في فائدة من عقيدتنا اذا ما صار لها ملتفت ذبذبات على اخلاقنا وعلى سلوكنا. اليهودية يهودية ملتفت دنسة مادية وثنية، لا تؤمن بالاخرة، لا تؤمن الا برب واحد وهو الدينار، شايف؟ لا تؤمن بخالق الا خالق واحد وهو الدينار فقط، والكيد لك والايقاع بك، لكنه بيناتهم جميلين، مذهبهم ودينهم صاير لطيف وصائر عنوان لاتحادهم وصائر عنوان لتآزرهم، بيناتهم اخوة، بيناتهم محبة، بيناتهم تساوي، بيناتهم علاقاتهم بعضهم بالبعض الاخر، الصهيون الامريكي ولا الصهيون الانجليزي ولا الصهيون الالماني ولا الصهيون الحبشي ولا الصهيون اللي ساكن باليمن بعد بدوي، كل دواء عندهم، شايف؟ وكل شيء تحمي شيء وشيء تدافع عن شيء، اذا وقع واحد معهم تعاونت عليه الايدي لرفعه من تبت اقتصاد، اقتصاد مرض من تبت مكافحة لامراضه، شو النكبة اللي الا النكبات الطبيعية
الزمن كانت السماوية ذاك هم ما يقدرون عليها. وها هم الآن وها هم أولى. هل تشوف هذا أصواتهم؟ هل تشوفها؟ وماكو حاجة للزيادة بالحكي، يصير له من عندي. هل تشوف جاء يأتون بالمعاجز والخوارق؟ شنو أسبابه؟ أسبابه بيناتهم متآخين متحاطين متعاجرين. إحنا مذهبنا جميل، ديننا جميل، شايف عقائدنا صحيحة، أفكارنا في أهل البيت حدود الشرع المقدس، شايف أفكار أهل البيت هاي الأفكار النيرة، لكننا صورة شايف غير عاكسة للدين الحنيف وغير طبيعية للدين الحنيف. يعني إحنا وأئمتنا فرق بين السماء والأرض والخير والشر والأبيض والأسود والنور والظلمة، وهذا كل ما ينفعنا. على كل الإمام علي دعاه النبي لأن يبيت على فراشه وقال له يا رسول الله، الإمام علي ما سأل عن نفسه، أسلم أن قتل أن جلس، إيدي تنكسر رجلي تنكسر، أتسلم يا رسول الله؟ قال أجل. خر ساجدا لله وهو يقول الحمد لله الذي جعلني فداء لرسول الله. وإجابات تلك الليلة على فراش النبي شجاعة ومواساة وتضحية. تجي إلى أبناء كذلك وبات لفهم ويارا شايف تآزرهم تعاونهم تعاليمهم تآخيهم توجيههم للناس، ذاك التوجيه العجيب. ليس منا من غش، يجي الإمام أمير المؤمنين روح الوفداء يقول ليس منا من غش، يبث أواصر المودة بين الناس، أواصر المحبة بين الناس، ربط العلاقات بين الناس. الولد الكافر بعيد القرابة عن والده المؤمن، شايف الصديق او الاجنبي المسلم المؤمن يلتقي مع الشخص من تبت اكثر من التقاء القرابة، ولتيق بالشخص اكثر من لتاقة القرابة. يا نوح انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح، فلا تسني فيما ليس لك به علم، اني اعظك ان تكون من الجاهلين. على كل قرابين وفداء، مثل وقيم، عبرهم عظاتهم. ابو الفضل فرصورة من هذه من الشريعة الغراء، ابو الفضل في مثل هذا اليوم فرصورة صادقة حساسة ناطقة عن ابائه وعن النبي شيخ وعن اهل بيته. يمتلك الشريعة، يغترف من الماء غرفة ثم تعبى له تربيته ان يشرب من الماء، ان يرد من الماء. شنو ظاهرة المواساة؟ ظاهرة من جهة التضحية، ظاهرة تقديم من جهة الحسين على نفسه، ظمأ الحسين على ظمأه. عمره شقد يوم الطف؟ 34 سنة. صفات البدنية شنو؟ طويل اسمر، عريض ما بين المنكبين. الصفات العرضية اللي مرت وملتفت واللي هي لفقت بأبي الفضل صارت عنوان إلى آثار السجود بين عينه. منين إجا آثار السجود؟ يعني كثرة عبادته، طيب مو من الفرائض الطبيعية الاعتيادية، وإنما هناك مستحبات وهناك ملتفت نوافل، ولذلك كثرت ملتفت آثار السجود بين عينه. كثير الصلاة يقتضي بالليل، كثير التهجد بالليل، صارت مثل آثار السجود بين عينيه. وطبعا القاعدة هي الأساس والعرش هو الأساس، ثم يجي النقش على العرش، وإلا نقش في هواء ممكن. كان عمنا العباس نافذ البصيرة صلب الإيمان، جاهد مع أبي عبد الله الحسين وأبلى بلاء حسنا ومضى شهيدا. ألا وإن لعمنا العباس درجة يغبطه بها جميع الشهداء والصديقين. هذه هم رتبة من الإمام الصادق أو من الإمام الباقر بأبي وأمي. شوف دائما الآيات تتردد، وإلى مدين أخاهم شعيب، وإلى لوط كذا، وإلى صالح، وإلى كذا، أخاهم دائما أخاهم، تجي لفظة أخاهم. يعني نبوه هو نبي، لكن الباري جل وعلا ما يعبر عنه بالنبي، اخوهم يعني. حتى شنو يصير؟ انسجام بين الامه المدعوه وبين المنتبه الرجل الداعي وهو النبي.
فدائما اخوة، اخوهم باللون، اخوهم باللغة، اخوهم بالعنصر، اخوهم بالبيئة، اخوهم ملتبس بالعبودية لله، اخوهم بالدين الحنيف. فرباط الاخوة اعظم من رباط النسب. وقضايا فقهية ما إلنا مجال لذكرها الآن. بالنسبة إلى المواريث، أخاك أخاك إن من لا أخا له كساع إلى الهيجة بغير سلاحي. طبعا هذه نظرة قبلية، يقول اللهم ارزقني ولدا يكون لي عونا على أخي، وأخا يكون لي عونا على ابن عمي، وابن عم يكون لي عولا على الغريب على الاجنبي. هذا كل ما اقول، اللهم ارزقني اخا مؤمنا، اللهم ارزقني اخا موحدا. ذاك بعد ينتهي كل هالطبقات هاي تنتهي، الابن ملتبس ولا الاخو ولا ملتبس الابن العم ولا الصديق. رب اخ ينقلب اسدا ضاريا، رب ولد يجلب العار للوالدين، رب ابن عم يثير المشاكل في وجه ابن عمه، رب صديق نافع بناء. ذاك الحكيم يسألوه ايهما احب اليك اخوك ام صديقك، قال اخي ان كان صديقي. شوف تعبير الحلو، تعبير الحكيم، تعبير لطيف. ايهما احب اليك، اخوك تحب اكثر، شقيقك لامك ولابيك ام صديقك؟ قال احب اخي ان كان صديقي. اخوي اذا صدق من تبت صداقة اخو انا احبه، والا صديقي شنو اخو؟ اخو شي فيد انا على كل. بس هاي النظرة الاولى نظرة قبلية مالت زمن الجاهلية. اجي الاسلام حطم هذا وهدم هذا واقام اخوة اسلامية. شايف؟ بغض النظر عن اللغة، بغض النظر عن العنصر، بغض النظر عن الاقليم. رب اخ لك لم تلده لك امك، الكلمة الحكمية الاخرى تقول رب اخ لك لم تلده لك امك. يعني ربما يجيك واحد ينفعك في مشكلة من المشاكل، في قضية حاسمة من القضايا اللي تحول حياتك رأسا على عقب، واللي إلى مدخلية بتطوير حياتك ومنطلق حياتك. ولا ينفعك الأخ، ولا تنفعك القرابة، ولا تنفعك الأسرة. ربما يجيك واحد أجنبي يمد إليك يد المساعدة وينتشلك من سمت من ظلمات الآلام، شايف؟ وسهر الليالي وهو أجنبي عنك، غريب عنك، لم يرضع من لبانك، ولم يشاطرك في بطن أمك، ولم يشاطرك في حنانها وحجرها وكتفها وصدرها. على كل، المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، المسلم للمسلم عينه ودليله، الناس سواسية بالواجبات يعني والحقوق كأسنان المشت، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، كلكم لآدم وآدم خلق من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إلى آخر المثل وإلى آخر القيم وإلى آخر ملتبة التعاليم الإسلامية. لا تفرق في لون، ولا تفرق في لغة، ولا تفرق في إقليم، ولا تفرق ملتبة تفرق في عنصر، كلها سواء. العربي عرضا صار عربي، العجمي عرضا صار عجمي. شايف؟ اذا على قول التناسق اللي موجود عند الهندوك وعند غير الهندوك من الامم الاخرى اللي تعترف بالتناسق، شايف؟ ان الانسان اليوم انسان باكر ربما يخلق وروحه تتقمص روح من ذبت جسد حمار، بعدين يفنى هذا الحمار، يموت هذا الحمار، روحه من ذبت تتقمص من بعد الاف السنين من ذبت بدن كلب او جلد كلب او سمكه او نبات او كذا، شو شنو يعني؟ يتحدر من الاسفل الى الاعلى، ثم ينحدر من الاعلى الى الاسفل، فهو يعيش دائما، يجي يروح الى عالم الملكوت، ثم الملكوت يرسله مرة ثانية بصورة حمار او بصورة قرد او بصورة كلب او بصورة حشرة او بصورة خنفساء او بصورة كذا. اذا العروبة عرضا، والعجومة عرضا، والتركية عرضا، من تلك والعنصرية الاخرى عرضا.
يعني من يوم خلق الله الارض الى ان كفنا الارض ومن عليها، شد عمر الارض الى الان؟ يقولون 50,000,000,000 سنة عمر الارض من يوم وجدت الارض، من يوم انفصلت عن الشمس. زين، 50,000,000,000 سنة، قدرها 50,000,000,000 سنة تبقى الارض. كل قدر التقدير خيالي طبعا، هم العلماء هم قالوا خيالا، ماكو عندهم قواعد يعني 100% ضوابط 100%، انما عندهم عناصر الموجوده بالارض، اليورانيوم والبوتاسيوم والمنتبه امثال ذلك، والنحاس والحديد. شو وقت تحول النحاس الى يورانيوم مثلا؟ باب المثال اجيب امثله، مو يعني كل ما احكي هي قواعد علميه، لا، اريد ادخل المعنى في الذهن. مثلا قالوا هذا اليورانيوم اساسا منين؟ ايش ارد اقول؟ اساسا من النحاس. كم الف سنه يريد له النحاس الى ان يتحول الى يورانيوم؟ قالوا يريد لاقلا 50,000,000,000 سنة، او 20,000,000,000 سنة، او 30,000,000,000 سنة، الى ان يتحول النحاس الى عنصر يورانيوم مشع. هاي فترة يريد له. زين، هاي الفترة لازم يكون درجة الحرارة كذا، لازم يصير الضغط الجوي كذا، ضغط الارض عليه كذا، يلا يتحول النحاس الى يورانيوم. الآن جيب لك هاي الخشبة، ابردها في المقدار وغير شكلها، وقل له لابو المتحف، قل له هذه أثرية، بس يعاين هاي شكل عليها المرصد، يكتب عليك يقول لك هذه أول مس إجت قبل 5 سنين فصلوها من الشجرة. عند قراعة، عند علم يعني، عند أشعة، أشعة إكس، أشعة بنفسجية، منتبه عند كذا تجارب يجري عليها تجارب، ينطيك أمر هذه وين وهذه من أي معدن، من اي شجر، من اي فصائل الشجر، بالهند ولا بالسيام ولا بالصين ولا بالباكستان ولا كذا. يقول لك ذاك الوقت كأنه عالم بالغيب وهو غير عالم بالغيب، انما عند اشعاعات وعند دراسات ومختبرات يوصل الى الحقيقة. جيب له حجر يقدر يعين لك السنة التي مثبت شكل بهذا الحجر او انطبخ بهذا الحجر. جيب له صنم من الاصنام صغير ولا كبير، يقول لك هذا الى 4,000 سنة، هذا الى 5,000 سنة، هذا الى 10,000 سنة، هذا الى 50,000 سنة. كله ياخذ من معدن ما لم يلتفت ويحلل ويشوف القضايا، تحول هذا العنصر الى عنصر اخر، وتحول من العنصر هذا الثاني الى عنصر ثالث، ومن الثالث الى الرابع. اذا هذا يحتاج له 5,000 سنة لما يصير بهذا التحويل. فأفرض أن عمر الأرض 50,000 سنة، وبعد تعيش 50,000,000,000 سنة، وبعد تعيش 50,000,000,000 سنة، أرجوك أنا اللي عمر 52 سنة، هاي من أرض عاشت 100,000,000,000 سنة، جيب نسبة 50 سنة إلى 100,000,000,000 سنة، وقت هاي الأوقات وجزئها الى ذيك الاجزاء، ايش قد تطلع النسبة؟ تطلع النسبة فرد ومضة كهربائية طبت منها طلعت منها بالنسبة الى عمر الارض. يعني انا وياك نعيش فرد تيار كهربائي سريع خافت من عمر الارض، طبينا منها طلعنا منها، نولدنا منها من بطون امهاتنا طبينا منها للقبر. فمسافة حياتنا بالارض تافهة جدا جدا جدا، خرافية جدا جدا جدا. افرض حوش بنيته والحوش عمره من زبد 10,000 سنة مثلا، انت بتتبي ليلة واحدة ضيف عند صاحب الدار، ثم ثاني يوم ركبت ومشيت، كم تكون النسبة، نسبة بقائك في هذه الدار الى نسبة عمر الارض؟ 10,000 سنة عمر هاي الدار، انت بتت ليلة 12 ساعة بيها، وصبح الصبح مشيت، نسبة 12 ساعة الى نسبة 10,000 سنة، كم ساعة تصير ذاك الوقت ل 10,000 سنة؟ شي يصير 12 ساعة بالنسبة الى من كفت 10,000 سنة؟ تافهة يعني. فوجودنا على الارض تافه ونزول بتفاهة، فالعروبة مالتنا عرضية، والعجومة مالتنا عرضية، والسواد مالنا عرضي، والبياض مالنا عرضي، والشقراء مالنا عرضي، من كفت اللون الاشقر، والنحاسية مالتنا عرضية، كل صدفة من الصدف. ذاك الوقت نسأل عن أعمالنا، عن هالضيافة القصيرة الصغيرة الخاطفة الخيالية الخرافية. ف...
تعال انت ليش بقيت، تعال ليش تبيت، تعال ليش اذيت، تعال ليش كذا، تعال ليش كذا، تعال ليش كذا. من لاطف امرأة لا يملكها حبس بكل كلمة ألف عام. هاي 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 لطيفة هنا. لو الله يعاقبنا على نسبة عمر الأرض ونسبة وجودنا في الأرض جا قلنا باي باي ثانك يو مدري جا استانسنا من الله. لكن لا، هذا الذنب القصير، هاي السرقة القصيرة عقوبتها ومن قتل نفسا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. هيا با انا قتلت لي فرد فرد انسان وظلت لي 20-30 سنة بالارض ومتت رحت، واذا العقوبة مالتي ملايين الملايين الملايين من السنين. على ويش؟ على عملية بالطيف سويتها. انا لما افشر يوم القيامة حياتي بالارض ترى تصبح حلم. قالوا كم لبثتم في الارض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم. يعني حلم، يعني طيب، يعني حياتنا على الارض بالنسبة الى القيامة وعذاب القيامة او نعيم القيامة كنومتنا بالليل وشفنا بالطيف ان احنا مسافرين. بلثنا يقظونا بعد صلاة الصبح، صارت ونصلي صلاة الصبح. شون خيال هذا؟ كذلك امرنا على الارض خيال، واهمة من الواهمة. فماكو شيء يبقى الا الاخوة الاسلامية والا الاخوة الدينية، تساوي تآخي تحاب من تفد، عدم التباغض، عدم التشاحن، عدم التباعد، عدم التقاطع، عدم كذا، التواصل. عليكم من تفد بالتواصل، اياكم يقول الامام علي والتدابر والتقاطع. يقولهم الاولاد اياكم والتدابر والتقاطع، لا تترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. اخاك اخاك ان من لا اخا له كساع الى الهيجا بغير سلاحي. امس انقطع الماء عن ركب ابي عبد الله، اليوم سابع بذكر ابي الفضل، لان ابا الفضل في هذا اليوم غامر، ولان ابا الفضل في هذا اليوم منتبه اقحم نفسه في معركة، في رحى معركة في جيش خضم اقل التقديرات الاحتياطية الاولية 30,000 نسمة. هو ترى ما عند ابو الفضل الا 20 نسمة، هو قائد لكن 20 نسمة، قائد لعمر بن سعد على 5,000 للميمنة، ابو الفضل قائد لابي عبد الله الحسين مثلا على 20 نسمة. كم تكون النسبة بين 20 نسمة وخمسة الاف؟ شنو النسبة بين كم من 20 نسمة وبين 10,000 نسمة؟ ماكو نسبة يعني. مع هذا الحسين يأبى ان يأذن له. اليوم طبعا ماكو استئذان، اليوم راح جاب ماء واجا. الاطفال يتباغون، النسوة من تبيت يتصارخ ايضا ماء ظما، حالة ملتهبة، صحراء من تبيت مقفرة، عدو قاسي لئيم. على رأس من تبت العدو هذا عمر بن سعد ابو الهول الصامت، ابو الهول الصخري، ابو الهول من تبت الحجري، ابو الهول الجماد. تماثيل ناس من صخور قد ابتلت بهم من نفوس النابهين قوارير. تعال عاد هذا ابو الهول الصنم مال عبيد الله ابن زياد وبنات الرسالة طلبا من عندما، متى يلين هذا ابو الهول ومتى يرق هذا الصنم؟ ها متى يرق؟ قست القلوب فلم تمل بهداية تبا لهذيك القلوب القاسية. فهي كالحجارة بالآية الكريمة، فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منها الأنهار. هم قلنا نسبة، هم كذلك نسبة. القرآن الكريم ما عنده مبالغة، يقول فهي كالحجارة أو أشد قسوة من الحجارة. طبعا الحجارة بس تدقها شيء تتفتت، الحجارة بس تضربها شيء تتفتت، الحديدة بس تضربها بالمطرقة تتفتت. لكن قلب عمر بن سعد مهما تضرب عليه المطارق لا يمكن أن تؤثر به المطارق.
قلوب من زبد من يشاكل عمر بن سعد وامثال عمر بن سعد. كان يقول الباري جل وعلا وان من الحجاره لما يتفجر منها الانهار. من الحجاره لما يتفجر منها الانهار. اكو بعض الحجاره تخشى على هيبه الله. اذا ما احفظ الايه فكره الايه بذهني لكن ما استغفر من فكري انا غير مكانها الان. وان من الحجاره لما يخشى من ذكر الله سبحانه وتعالى. طبعا الذكر المناسب للحجاره المناسب لطبيعه الحجاره. وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يجي العلم الحديث يكشف قضايا غامضه علينا من تريد وبعدين الايات تصدق. اذا واحد ما يصدق الايه او ما يصدق مصطلح الايه او مقصد الايه خليها بدينه يورثها لاجياله تجي الاجيال تتكشف قضايا كثيره. على كل قست القلوب فلم تمل لهدايه تبا لهاتيك القلوب القاسيه وعلى قلوبهم قد استولى الحمى. لن الوعظ ينفعها ولا التحذير. وعلى قلوبهم قد استولى العمى لا الوعظ ينفعها ولا التحذير. مات شيخنا ري 15 مليون دينار واردات الري كانت تتلألأ في تيجان الأكاثرة ولاية الري. أحسن منطقة لهم درعا من تبت لدولتهم للفرس. منبع الفرس من الري مطلعهم من الري. طبعا مملكتهم أول ما صارت بالري بفارس. ايه على كلين عمر بن سعد يقعد هناك واللي تربع هناك واللي يشرب من المياه المثلجة للمياه المكدرة من تبت بالوحل فرات وغيره للمياه الساخنة المياه الباردة هناك. لكن على حساب من؟ على حساب قتل حجة الله قتل الإسلام وعد العقيدة بكل قسوة بكل غلظة. بعدين قام يعفر لحيته في حالة هستيرية من تغيد يقول للحميد بن مسلم قطعت الرحم استأصلت الشعفة أبدت الأترة الطاهرة رجعت بخسران الدنيا والآخرة خدمت أبناء الزانيات. يقول هاي مو مصيبة هذه؟ تعال الآن جاي يصبحني بالخير كيف أصبحت يا أمير؟ أبناء الطاهرات اختلناهم أبناء العاهرات انصرناهم جينا ليهم استجدينا من عندهم الري بردونا همات كرة القدم لعبوا بينا ضربونا لكمة وطلعونا. شنواجه الله شنواجه الناس شنواجه انفسنا شنواجه كذا. اتطورت الأمور قمت البين مات عبيد الله بن زياد قتل شايف هلك يزيد بن معاوية وإذا بعمر بن سعد وحيد فريد يخشى أو يخال أن الجدران ملتفت تضحك عليه تسخر منه تهزأ به. بالفعل المجرم ورأس الجريمة يشعر أن الدنيا كلها تضحك عليه ساخرة هادئة. وبالفعل هم كذلك حتى قتلت الحسين عرف النار يعتبر هذا عرف النار. الإنسان لما يمشي فترة من حياته مع ناس مجرمين بعدين لما يكبر وينشأ ويتذكر أن الجريمة كلها مصدرها من فلان وفلان يكره رؤياهم يكره معاشرتهم يكره من تفت مشاهدتهم في الطرقات. يقول لك لو ما فلان ما كنت أنا أوصل إلى هالدرجة. لو ما فلان لو ما كنت من تفت أتلبس بجريمة السرقة. لو ما فلان ومغرياته ما كنت أنت من تفت أتورط في جريمة قتل أو جريمة كذا أو جريمة كذا. ماكو إلا فلان. الأب إذا ما رب ابنه تربية صحيحة ما تعب عليه بعدين الولد ينشأ يلعن أباه يقذف أباه يشتم أباه يسب أباه. لا ينتظر الوالد من الولد رحمة ولا فاتحة ولا حسنة ولا فضيلة إن قصر بتربية ولده. هو زرع ابنه في أرض صبخة في أرض مالحة طلعت النبات ضامرة ميتة شايف فاقد الشيء لا يعطيه. انت الزارع ولازم انت تحصد. من زرع الشر حصدا عاصفا. اللي يحاول تربية ابنه توجيه ابنه ثم بعدين يفشل مأجور عند الله.
ساقط عنا كله وتوبيخ. ما يجي ذنب بعد ذلك اذا مات الوالد، ما يجي ذنب ولا تجي مسؤولية من ابنه ابدا، لانه جاهد وحاول ومن فترات عالج وما قدر ابن عاصي يشتمي. خلاص الله لا يكلف نفسا الا وسعها. ولكن التربية مو تربية مالت شيبتنا مالت ابائنا العتق القدامى، تربية جديدة شوية يكاير العصر، شوية باللين، شوية بالرحمة، بالمال، باللب، بالاخلاق، بالتبسيط، تبسيط القضايا. لا يكون رجعي ولا يكون سلبي، السلبية والرجعية ثبت انه ما بي فايدة بالمرة. على كل يقول له شمل الحميد بن مسلم يقول له تالي عمري 60 سنة ظهري صار مطية لابن الزانية وجثة لابن بنت رسول الله، وهالآن انا قابع في منزلي وما عند الله شر وشر واكثر واكثر من هذا. اجي ملتفت مات يزيد بن معاوية الكوفة ظلت شاغرة، عبيد الله بن زياد شاغر من البصرة راح الى الشام، الكوفة صارت تتجمع وتجتمع الشخصيات، من الشخصيات قتلت الحسين، يدرون قضية الحسين تلاحقهم، يدرون اكل الحسين انصار ومريدين واعوان، ما ممكن يجوزون عن حالهم، لابد ان هناك ثورة تنبثق. اجتمعوا الوجوه واجتمعوا الاعيان واجتمعوا القتلة، عمر بن سعد وشمر وامثاله وابن الاشعث وغيره وغيره وغيره، وقعدوا بالليل قالوا باشر نولي علينا عمر بن سعد، كان اميرنا يوم الطف فليكن اميرنا بالكوفة كذلك، حتى نصد اذية الناس، حتى نصبح موضع احترام وموضع تبجيل. ماكو شارة، رأسنا هذا افرض يكرهوه بالباطن لكن ماكو شارة، وجود عمر بن سعد فرد خيمة عليهم، فرد شبح مال هيبة، يبقى سلطانهم ماثل بالنفوذ. وثاني يوم صار الصبح طلعت نساء همدان، نساويين بالآلاف طلعت، عشيرة همدان عشيرة يمانية كبيرة واسعة ملتفت، طلعت نساء همدان على رؤوسهن التبن والتراب يصرخن يعولن يولولن بالشوارع بالأزقة بالطرقات، وحسينات بجنطفن إلى المسجد، أما كف ابن سعد أن قتل الحسين يريد أن يتأمر علينا. فشلت المشايخ، خنزوا مثل القردة، شايف بطلوا، صاروا يجيبون غيره، شايف جابوا عبد الله أظن بن مطيح العدوي أظن على الظاهر، وبعدين نصبعوا عبد الله ابن الزبير. ثاني يوم الصبح طلعت النساء تصرخ تولول، عمر بن سعد يصير والي علينا، مو كافي إلى قتل الحسين، يصير أمير علينا ويصبحنا ويمسينا ونصبح ونمسي. هذه ضربة أخرى ولكمة أخرى. على كل في مثل هذا اليوم سيل بين ركب النبوي البيت النبوي وبين ماء الفرات، حمل أبو الفضل بأبي أمي أبو مخنف يقول العلقمي، ورجوعه من العلقمي يحمل الماء إلى المخيم تكالب العسكر عليه فقتلوه. هاي رواية، الرواية الأخرى اللي متسالمين عليها أرباب المقاتل أنه لا يوم العاشر من المحرم، لأن حاول أبو الفضل أن يحمل الحسين ينهى، صاحب لوائي كبش كتيبتي زعيم عسكري مضيت عني تفرق عسكري. أبو الفضل يقول له أخي أما أنت فلو زنت السماوات السبع والأرضون السبع بصبرك وثباتك لرجح صبرك وثباتك، وأنا لأخيك مثل ذلك، كلا أجل أطلب لهؤلاء الأطفال قليلا من الماء، أخذ قربته انحدر بها كالليث الهصور جهة العدو، العدو تراجع أمامه وكان فخ وكانت مكيدة، وصل أبو الفضل إلى العلقمي أرخى قربته ثم مد يده اغترف من الماء قليلا ليشرب، تذكر ظمأ الحسين، تذكر تلك الرعاية العلوية والتربية العلوية، تذكر تلك الدموع التي ترفرقت على وجنتي علي وهو يحمل القدح على رأسه صبيا صغيرا، يلبي ظمأ الحسين، يستجيب لعطش الحسين، لطلب الحسين إلى الماء. ذاك يوم صغير كان فيه برعم أبو الفضل، وذا هو يوم كبير من العمر 34 عام كيف يؤثر نفسه على نفس أبي عبد الله،
إذن يجب أن يكون على الدرب ملاجم، على الدرب مواظب. ألقى الماء من يده قائلا: لا والله لا ذقت بارد الماء، وأخي الحسين ظمآنا، يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أو تكوني، هذا حسين وارد المنون، وتشربين بارد المعين. ملأ قربته شد وكاءها وضع ذلك على عاتقه ورجع إلى المخيم من أقصر مسافة يحاول، ولكن المسافة طالت. تكالب العدو عليه، صح عمر بن سعد: لئن وصلت القربة إلى الحسين لا قدرتم عليه بمثلها أبدا. حفز عمر بن سعد وألهب المعركة نارا. اجوا على أهل الكوفة عمر بن الحجاج وغيره، 500 نسمة على رجل واحد، 500 محارب شبعان مرتوي على رجل جائع غريب ظمآن مثقل بالهموم والأرداف، 500 نسمة على واحد. ولذلك كان موقف أبي الفضل موقف دقيق للغاية. شوف أبو علي الأكبر كان يحمل على القوم يبادئهم بقتال، أما العدو بالنسبة لأبي الفضل فكان يبادئ العباس بالقتال. يعني العدو قصد العباس بالإساءة والقتل، أما علي الأكبر هو الذي قصد أهل الكوفة وحمل عليهم. فعسكر الكوفة زحف على أبي الفضل. 500 نسمة، هذه أقل الروايات، مالت المشرعة هي التي تناضل أبا الفضل وتكافحه، وأبو الفضل يتقلب بينهم. لذلك شوف علي الأكبر قتل 200، أبو الفضل قتل 120. ربما تجي حالة للأسد الهصور ملتفت ولا يستطيع أن يفترس أحدا، إذا ملتفت واجه قوى كثيفة، إذا واجه قوى شديدة. أبو الفضل صريع ظروفة، أبو الفضل صريع ظمأة، أخذ يقاتلهم، قطعت يمينه قطعت شماله، هو صامد: إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق يقيني. أبو عبد الله كأنه على موعد مع القدر، واقف على قدميه على باب خيمته: إذا من نداء أخي أبا عبد الله أدرك أخاك، عندئذ أسقط في يد الحسين، مات العمد وهت العضد، انخضت الخيمة هنا. انقض أبو عبد الله على أبي الفضل كانقضاض الصخرة على فريسته، انتهى إلى أبي الفضل، أخلى رجليه من الركاب ورمى بنفسه معانقا شقيقا. أبو الفضل مغمى عليه، انتبه بعد الإغماء، أحس برجل عند رأسه، قال: يا ذا قسمت عليك لما تركتني حتى يأتي إلي ابن والدي ودعني وودعه. نادى عند ابن أبو عبد الله: أخي لا تبتئس، أنا أخوك. يقول حميد بن مسلم: انقض الحسين على أبي الفضل، فلما كان في بعض الطريق نزل من على ظهر جواده، تناول شيئا ثم مشى خطوات، انحنى ثانية تناول شيئا آخر، أخذ يقبل ما وينشر بما دموع عينيه، أمع النظر وإذا بما كفي بالفضل العباس. يا بل علم قل ويان عندي يا نور العين دوم بيه يا شجن بيه، انحنى فوق يا ويلي وش بجيبي المخيم. دخل على ولدي زين العابدين، التفت الى عمتي: عم سندني الى صدرك، هذا ابن رسول الله مقبلا. سندته زينب: جلس الحسين، كيف حالك؟ حمد الله علي اثنى عليه. ابت: ماذا صنعت مع القوم؟ قال: بني استحوذ عليهم الشيطان، انساهم ذكر الله العظيم، فارت الارض من دمائنا ودمائهم، ما فعلت
حبيب قال قتل ما فعل زهير قتل ما فعل برير قتل. وعلي يواصل السؤال والحسين يجيبه قتل قتل ما فعل اخي علي الاكبر قال قتل ابن عمي القاسم قتل. قال عمد قال عبد الله راس في كل مرة جاتي لعيادتي لكن معك عمي ابو الفرد اجل عين عمي ابو الفرد. زينب تنظر الى وجه علي مرة الى وجه الحسين جار الى ان وصل علي الى هذا السؤال نظرت زينب واذا بالحسين يبكي قائلا بني علي عظم الله لك الاجر بعمك تركته على نار العلقم مقطوع اليدين مرموم الجبين السهم نابت في العين. ارسلت زينب عليا على فراشه قامت وضع يدها على فؤادها صاح الحسين زينب الى اين قالت اخي انا ماضي الى خيمتي ابكي بيني وبين ربي لانك امرتني الا ابكي بحضرتك يا عباس حس حسين يمك يا عباس حس حسين يمك يبجي الخرب دمعه بدمك اي لمن اللواء اعطي ومن هو جامع شملي. شافي جميع المرضى لا تسلط علينا من لا يرحمنا جماعتنا الحاضرين احفظهم فردا فردا المؤسسين الى امواتهم وامواتنا واموات المؤمنين. بلغ الجميع ثواب الفاتحه مع الصلوات.